أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره نكمل الكلام في تمهيد. وكان الكلام في التمهيد قلنا يوجد قضايا ومسائل ترتبط بمسائل الدليل اللفظي الأصولية، أي ترتبط بالبحوث اللغوية الاكتشافية التحديدية وكذلك البحوث التحليلية الأصولية. وهذه القضايا والمسائل ترتبط باللفظ ومدلولات اللفظ في مقام إفادة المعاني بالألفاظ. لاحظ عندي لفظ معنى، لفظ بما هو مفيد للمعنى بما هو دال والمدلول هو المعنى. وقلنا يلاحظ في البحث جانبان، هذا بصورة رئيسية يلاحظ في البحث جانبان، جانب السامع الدلالة وجانب المتكلم الاستعمال. ودخلنا في الكلام في الدلالة أو الجانب الأول وذكرنا عدة أمور ضمن الجانب الأول وفي الجانب الأول، أي في الدلالة وترجع إلى الدلالة. وبعد هذا سيأتي الكلام إن شاء الله في الاستعمال. ويبقى قلنا سنبحث عن حالات شك في نوع العلاقة بين اللفظ والمعنى، أي علامات الحقيقة والمجاز. هل سيكون حديث في التطبيقات قد اختلف فيها كمسألة الحقيقة الشرعية والصحيح ولا عام. نسأل الله تعالى أن يكون الاختيار فيه إن شاء الله المصلحة للجميع. فقلنا في جانب السامع، في جانب الدلالة في الجانب الأول. إذن الجانب الأول هو جانب السامع وهو الدلالة، الجانب الثاني هو جانب المتكلم وهو الاستعمال. ولا زال الكلام في الجانب الأول، لا زال الكلام في جانب السامع، لا زال الكلام في الدلالة. وكما بينا انتهى الكلام في تقسيم الوضع بلحاظ منشأ الوضع، وقلنا يقسم إلى تعييني وتعيني واستعمالي. الآن ندخل في بحث آخر أو في عنوان آخر، ولا زال الكلام قلنا في الجانب الأول. هذه مواضيع وبحوث تدخل في الجانب الأول، في جانب السامع في الدلالة. الآن العنوان الذي ندخل فيه والذي نبحثه أقسام التقييد في الوضع. نقول الكلام سيكون في نقاط. النقطة الأولى أو الصورة الأولى، يعني يكون الكلام في صور أو في نقاط أو في فروض. النقطة الأولى أو الصورة الأولى أو الفرض الأول، نقول ما هي الصور المتصورة في أقسام التقييد في الوضع. الصورة الأولى أو الفرض الأول أو النقطة الأولى، نقول تقييد المعنى الموضوع له. يعني أولا لنقول ما هو المتصور في الوضع، نتصور اللفظ ونتصور المعنى. عندي لفظ وعندي معنى وعندي علقة وضعية، أي عندي ملازمة بين اللفظ والمعنى أو بين صورة اللفظ وصورة المعنى. فإذا ما هي الصور المتصورة بالتقييد؟ نقول الصورة الأولى
تقييد المعنى الموضوع له. الصورة الثانية تقييد الموضوع أو عفوا تقييد أي لفظ الموضوع، تقييد اللفظ الموضوع. الصورة الثالثة تقييد نفس العلقة الوضعية. إذن عندي علقة وضعية فيها طرف أول وطرف ثاني، فإما يقيد الطرف الأول اللفظ أو يقيد الطرف الثاني المعنى، أو نقول يقيد الطرف الأول المعنى حسب ما ذكرنا من تسلسل، ويقيد الطرف الثاني اللفظ، أو تقيد نفس العلقة الوضعية. واضح؟ هذه صور التقييد. إذن نقول يعني أيضا نحن سنلتزم ضمن هذه المرحلة الدراسية يعني بعض الأمور تذكر على نحو الإشارات، على نحو التذكير، على نحو التعريف، وطبعا يبقى التفصيل إن شاء الله في مراحل دراسية لاحقة إذا وفقنا لها. إذن نقول أقسام التقييد في الوضع. قلنا أولا تقييد المعنى الموضوع له، ويعني وضع اللفظ للمعنى المقيد. لاحظ هذا تقييد المعنى الموضوع له، يوضع اللفظ لمعنى المقيد. هذه المسألة وهذه الصورة واضحة، وهذا القسم واضح. أقسام التقييد في الوضع، يعني لنرجع خطوة إلى الخلف ونقول أقسام التقييد في الوضع، قلنا في صور أو في فروض أو في نقاط أو نقول في أقسام حتى تكون الصورة واضحة عندنا. إذن نقول الآن نرجع، هذا يكون الترتيب هنا يمكن يكون فيه يعني الوضوح. فنقول أقسام التقييد في الوضع، يقسم التقييد في الوضع إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول تقييد المعنى الموضوع له، القسم الثاني تقييد اللفظ الموضوع، القسم الثالث تقييد نفس العلقة الوضعية، ويبقى الكلام والتقييد لو صح التعبير والتفضير والتقرير لك أنت ماذا ترى من مناسبة في الأقسام أو في الفروض أو في الصور أو في النقاط. إذن عندي أولا تقييد المعنى الموضوع له، ويعني وضع اللفظ للمعنى المقيد، وهذا القسم معقول ولا إشكال فيه. الثاني، القسم الثاني تقييد اللفظ الموضوع، تقييد اللفظ الذي يوضع للمعنى، تقييد نفس اللفظ، ويعني وضع اللفظ المقيد للمعنى. هناك كان وضع اللفظ للمعنى المقيد، هنا وضع اللفظ المقيد للمعنى. هذا في القسم الثاني تقييد اللفظ الموضوع، ويعني وضع اللفظ المقيد للمعنى، وهذا القسم أيضا معقول ولا إشكال فيه. نأتي إلى القسم الثالث تقييد نفس العلقة الوضعية، أي بمعنى آخر نقول تقييد نفس الملازمة. عندي لفظ، عندي معنى، عندي صورة لفظ، عندي صورة معنى، وعندي علقة وضعية بين اللفظ والمعنى، أو بين صورة اللفظ وصورة المعنى. طبعا يكون الأمر عندنا واضحا إن شاء الله بأن الملازمة الذهنية طبعا هي حصلت من المقارنة أو الملازمة أو التلازم في الخارج، من الخارج وفي الخارج حصل التكرار، حصل وتحقق العامل الكمي، أو حصل وتحقق العامل الكيفي في الخارج. إذن ملازمة خارجية ومنها تحصل الملازمة الذهنية بقانون الاستجابة، على يعني بيان وضحناه سابقا، قلنا مع الاحتفاظ بوجود نقاشات في كل ما يقال خاصة ضمن هذه المراحل الدراسية التي نحن نسير فيها. إذن تقييد نفس العلقة الوضعية، أي تقييد نفس الملازمة، يعني أن العلقة الوضعية، ماذا نقصد بالتقييد هنا؟ نقول نقصد به أن العلقة الوضعية مشروطة بتحقق أمر معين، أي بتعبير آخر
أن الملازمة نفس الملازمة مشروطة بتحقق أمر آخر، أي الملازمة بين اللفظ والمعنى أو بين صورة اللفظ والمعنى، هذه الملازمة مشروطة بتحقق شيء آخر. يعني لا تتحقق الملازمة إلا بتحقق الشرط، إلا بتحقق الشيء الآخر. ففي حالة عدم وجود الشرط، عدم وجود الأمر الآخر أو الشيء الآخر أو الأمر المعين أو الشرط المعين، فإنه لا ثبوت للعلقة الوضعية. هذا هو القسم الثالث. إذن القسم الأول تقييد المعنى الموضوع له، قلنا هذا معقول، وتقييد اللفظ الموضوع هذا أيضا معقول. الآن تقييد نفس العلقة الوضعية، أي تقييد نفس الملازمة، وقلنا يعني أن العلقة الوضعية مشروطة بتحقق أمر معين، ففي حالة عدم وجود الشرط، عدم وجود الأمر المعين، فإنه لا ثبوت للعلقة الوضعية. الآن هل هذا التقييد، هل هذا القسم من التقييد معقول؟ أن نقول الكلام حسب المباني، وقلنا يعني نكتفي في هذا المقام أو في أكثر ما يذكر ضمن هذا المقام وهذا التمهيد هي إشارات لكثير من الأمور، ولا ندخل في التفصيل. نقول نظرية الاعتبار حسب المباني، قلنا أولا أو أليف المبنى الأول نظرية الاعتبار، أي حسب نظرية الاعتبار. الثاني نظرية التعهد، أي حسب نظرية التعهد. الثالث نظرية القرن الأكيد، أي حسب نظرية القرن الأكيد. نقول بالنسبة إلى نظرية الاعتبار، الآن الكلام في القسم الثالث، أي تقييد نفس العلقة الوضعية، أي تقييد نفس الملازمة. نقول أليف بناء على نظرية الاعتبار، أليف نظرية الاعتبار، نقول بناء على كون الوضع، بناء على كون الوضع من المجعولات العقلائية الاعتبارية، هذا هو معنى الوضع حسب نظرية الاعتبار، بناء على كون الوضع من المجعولات العقلائية الاعتبارية، فإنه يعقل أن يشرط الواضع أو يشرط الواضع الوضع، فإنه يعقل أن يشرط الواضع الوضع والعلقة الوضعية بحالة دون أخرى. إذا كان الوضع أو كانت العلقة الوضعية من المجعولات العقلائية، فإنه يعقل أن يشرط الواضع الوضع والعلقة الوضعية بحالة دون أخرى. واضح المسألة؟ طبعا قلنا يوجد نقاش، لكن نترك هذا الأمر في هذه المرحلة. باء نظرية التعهد، بناء على كون العلقة الوضعية عبارة عن ملازمة تصديقية بين الاتيان باللفظ وقصد تفهيم المعنى، لاحظ بناء على كون العلقة الوضعية، يعني الآن هذا البناء في نظرية التعهد، بناء على كون العلقة الوضعية عبارة عن ملازمة تصديقية بين الاتيان باللفظ وقصد تفهيم المعنى الناشئ على أساس التعهد والالتزام العقلائي الذي قطعه الواضع على نفسه، نقول بناء على هذا الأمر، بناء على كون العلقة الوضعية هي عبارة عن ملازمة تصديقية بين الاتيان باللفظ وقصد تفهيم المعنى، وهذه طبعا الملازمة ناشئة على أساس التعهد والالتزام العقلائي الذي قطعه الواضع على نفسه، فإنه يعقل أن يشرط الواضع أو يشرط المتعهد، ماذا يشرط؟ يشرط تعهده والتزامه بحالة دون أخرى. إذن
بناء على كون العلق الوضعية عبارة عن ملازمة تصديقية بين الاتيان باللفظ وقصد تفهيم المعنى، وهذه ناشئة على أساس التعهد والالتزام العقلائي الذي قطعه الواضع على نفسه، فهنا أيضا نقول يعقل أن يشرط الواضع أو يشرط الواضع أو يشرط المتعهد تعهده والتزامه بحالة دون أخرى. إذن تقييد نفس العلقة الوضعية بناء على نظرية التعهد، هذا التقييد معقول ويمكن بناء على ما ذكرنا وما بينا. وأيضا بناء على نظرية الاعتبار، قلنا أيضا بناء على كون الوضع أو العلقة الوضعية من المجعولات العقلائية الاعتبارية، فإنه يعقل أن يشرط الواضع الوضع، وطبعا العلقة الوضعية لأنها ناشئة من الوضع، يشرط الوضع ويشرط العلقة الوضعية بحالة دون أخرى. إذن لا إشكال في تقييد نفس العلقة الوضعية بناء على نظرية الاعتبار، ولا إشكال في تقييد نفس العلقة الوضعية بناء على نظرية التعهد. هذا أليف وهذا باء. جيم، نظرية القرن الأكيد. نقول بناء الآن في نظرية القرن الأكيد وعلى مبنى نظرية القرن الأكيد، نقول بناء على كون العلقة الوضعية عبارة عن أمر واقعي تكويني، بناء على كون العلقة الوضعية عبارة عن أمر واقعي تكويني وهو الملازمة التصورية بين اللفظ والمعنى. من أين ناتجة هذه؟ الناتجة عن الاقتران بينهما خارجا. لاحظ، عندي علقة وضعية، عندي ملازمة. عندما نقول علقة الوضعية أي نقصد الملازمة بين اللفظ والمعنى، بين صورة اللفظ والمعنى. إذن عندي الملازمة، العلقة الوضعية أو الملازمة، العلقة الوضعية أو الملازمة لنقول الذهنية، العلقة الوضعية أو الملازمة بين صورة اللفظ وصورة المعنى بناء على نظرة القرن الأكيد هي عبارة عن أمر واقعي تكويني. أي نقول الآن بناء على كون العلقة الوضعية عبارة عن أمر واقعي تكويني، ما هو هذا الأمر الواقعي التكويني؟ هو الملازمة التصورية بين اللفظ والمعنى الناتجة والناشئة عن الاقتران بينهما خارجا. إذن عندي اقتران بينهما في الخارج، الاقتران الذي هو في الخارج ينشئ هذه العلقة والملازمة، ينشئ العلقة الوضعية، ينشئ الملازمة. لاحظ الآن يعني نريد أن يعني نفصل بعض الأمر أو نلفت إلى بعض النكات هنا التي لنقل مررناها سابقا حسب المبنى والمطلب وحسب الضرورة، إلى أن تدرجنا وصلنا إلى هذا المطلب الذي نحتاج فيه بعض التفكيك، بعض الإلفات لو صح التعبير. وربما عندما نفهم الكلام هنا ربما نستطيع ونتمكن أن نسجل بعض الإشكالات على الكلام السابق، لكن نحن نقول لأننا نريد أن نتدرج في هذا الأمر فيمكن أن يدفع هذا بما يذكر لاحقا، لكن في وقته في حينه ممكن أن تسجل بعض الإشكالات هناك وبعض النقاشات. إذن لاحظ، أريد أن ألفت إلى هذه القضية. عندي، أكرر، عندي علقة وضعية، عندي ملازمة ذهنية بين اللفظ والمعنى. هذه من أين نشأت هذه العلقة الوضعية؟ من أين نشأت هذه الملازمة؟ قيل من الوضع. الوضع من أين نشأ؟ أو ما هو الوضع؟ اختلف التفسير، اختلفت النظريات. إذن نقلب هذه القضية. إذن قلت عندي علقة وضعية، هذه ناشئة من شيء وهذا الشيء ناشئ من شيء لو صح التعبير. عندي علقة وضعية أي ملازمة تصورية، أي ملازمة بين صورة اللفظ وصورة المعنى.
هذه ناشئة من اقتران خارجي بين اللفظ والمعنى. لنقل هذا الاقتران الخارجي نسميها الوضع هنا. إذن هذه العلقة الوضعية الناشئة من الوضع. الآن الوضع من أين ناشئ؟ هذا الاقتران الخارجي بين اللفظ والمعنى من أين نشأ؟ أيضا له منشأ، نشأ من عملية تمهيدية مهدت وأسست، وعلى أساس هذه العملية تحقق الوضع. إذن لننظر من العملية التمهيدية ونأخذ بالاتجاه لنقول المعاكس لما ذكرناه قبل قليل. إذن عندي أولا عندي عملية تمهيدية، واضح المسألة؟ نعم. إذن عندي أولا عملية تمهيدية، أرجو الالتفات إلى هذه النقطة، نقطة مهمة لنقل استيعاب المطلب. عندي عملية تمهيدية، هذه العملية التمهيدية هي الاعتبار أو هي الجعل، أو في مقام آخر نقول هي التعهد. ينشأ من هذه العملية التمهيدية، ينشأ من هذا الاعتبار، ينشأ من هذا الجعل، أو ينشأ من هذا التعهد. نقول تسامحا عندما نقول التعهد هنا، لأن الكلام في الملازمة التصورية، إذن نلتزم في الاعتبار أو بالاعتبار والجعل. إذن ينشأ من هذه العملية التمهيدية الاعتبار أو الجعل، ماذا ينشأ؟ ينشأ اقتران خارجي. لاحظ اقتران خارجي، اقتران في الخارج، ملازمة في الخارج. ينشأ اقتران خارجي بين اللفظ والمعنى. هذا الاقتران الخارجي بين اللفظ والمعنى الآن لنسميه هو هذا هو الوضع. أنا عندما أقول لنسميه وأسميه الوضع، لأني أتحدث الآن ضمن مبنى نظرية القرن الأكيد، لكن عندما أذكر اعتبار أو تعهد أريد منك أن تستوعب المسألة، تستوعب كل محتملات، تستوعب كل الصور، تستوعب كل النظريات لو صح التعبير. لكن الكلام في نظرية القرن الأكيد بناء على نظرية القرن الأكيد كما بينا. إذن عندي عملية تمهيدية، عندي اعتبار أو جعل، هذا الاعتبار والجعل ينشأ منه اقتران خارجي بين اللفظ والمعنى، أي ينشأ منه الوضع. لاحظ. إذن عندنا بناء على نظرية القرن الأكيد المختارة نقول الوضع هو ناشئ عن الاعتبار، أو ناشئ لنقول لو بتعبير آخر قلنا ولو قابل للنقاش، ناشئ عن التعهد، أو بصورة عامة حتى نخلص من الإشكالات نقول هذا الوضع ناشئ من عملية تمهيدية. ماذا تريد أن تسمي؟ ما هو العمل التمهيدي الذي أنشأ الوضع؟ هذا شيء آخر. إذن عندي عملية تمهيدية تنشئ اقتران خارجي، تنشئ الوضع، تنشئ اقتران خارجي بين اللفظ والمعنى، أي تنشئ الوضع. والوضع ينشئ العلقة الوضعية، ينشئ الملازمة التصورية، ينشئ الملازمة بين صورة اللفظ وصورة المعنى، أي الاقتران الخارجي بين اللفظ والمعنى أو الوضع. ماذا ينشئ؟ ينشئ الاقتران الذهني بين صورة اللفظ وصورة المعنى، هذا تعبير آخر. إذن عندي عملية تمهيدية، اعتبار أو جعل، ينشئ منها اقتران خارجي بين اللفظ والمعنى وهذا هو الوضع، ينشأ من الاقتران الخارجي أو من الوضع علقة وضعية ملازمة تصورية، أي ملازمة بين صورة اللفظ وصورة المعنى. الآن نرجع مرة أخرى خطوة أخرى، نقول نظرية القرن الأكيد، أي جيم، بناء على نظرية القرن الأكيد، بناء على كون العلقة الوضعية عبارة عن أمر واقعي تكويني وهو الملازمة التصورية بين اللفظ والمعنى الناتجة عن الاقتران بينهما خارجا، وكما بينا قبل قليل قلنا عملية تمهيدية هذه التي ذكرناها عندما تذكر بعد الكلام السابق في التقرير تكون بين قوسين، حتى نقول هذه لتوضيح ما ذكرناه سابقا والإشارة إلى ما نريد أن نستفيد منه.
نقول نعيد هذه، بناء على كون العلقة الوضعية عبارة عن أمر تكويني وهو الملازمة التصورية بين اللفظ والمعنى الناتجة عن الاقتران بينهما خارجا، فإنه لا يعقل تقييد العلقة الوضعية، أي لا يعقل تقييد الملازمة التصورية. لماذا؟ نقول وذلك لأن هذه العلقة الوضعية عبارة عن معلول تكويني ناشئ من الوضع، أي ناشئ من الاقتران الخارجي بين اللفظ والمعنى، عبارة عن معلول تكويني. هذا هو عبارة عن تطبيق للقانون الطبيعي، قانون الاستجابة. واضح؟ لا ننسى قلنا عملية تمهيدية اعتبار أو جعل ينشأ منها أو يترتب عليها أو هي السبب في أي شيء، في اقتران خارجي بين اللفظ والمعنى، أي هي السبب. هذه العملية التمهيدية هي السبب في الوضع. إذن العملية التمهيدية هي لنقل بمثابة العلة، والوضع هو المعلول لتلك العملية التمهيدية. الآن نأتي على الوضع، نأتي على الاقتران الخارجي، نأتي على الاقتران بين اللفظ والمعنى في الخارج، نأتي إلى الوضع الذي قبل قليل قلنا عنه هو معلول. الآن هذا الوضع هو عبارة أو بمثابة العلة بالنسبة إلى العلقة الوضعية. فالاقتران الخارجي بين اللفظ والمعنى هو العلة، والعلقة الوضعية هي المعلول. الاقتران الخارجي بين اللفظ والمعنى أو الوضع هو العلة أو بمثابة العلة، والعلقة الوضعية هو المعلول، أو الملازمة التصورية هي المعلول، أو الملازمة بين صورة اللفظ وصورة المعنى هي المعلول أو بمثابة المعلول. واضحة هذه المسألة؟ إذن هذه بالنسبة إلى العلقة الوضعية هي عبارة أو بمثابة المعلول التكويني للاقتران الخارجي. فإذا كانت القضية تكوينية فلا يستطيع الجاعل أو المعتبر أن يقيد هذه العلية، لو صح التعبير، التكوينية. لا يستطيع أن يقيد العلية التكوينية لأنها تحصل رغما على أنف الواضع، لو صح التعبير، رغما على أنفي وأنفك، لأنها قضية وهي قانون تكويني، أنها علية تكوينية، أنه معلول تكويني يتحقق جبرا، يتحقق رغما، لو صح التعبير بهذا اللفظ. لماذا؟ قلنا لأنه عندما نقول يتحقق جبرا ليس على نحو الإطلاق، وإنما متى يتحقق ومتى يترتب. طبعا يترتب بعد أي شيء؟ يترتب بعد ترتب وبعد تحقق الاقتران الخارجي بين اللفظ والمعنى، أي بعد تحقق الوضع. عندما يتحقق الوضع، عندما يتحقق الاقتران الخارجي بين اللفظ والمعنى، هنا نقول بالإجبار بالرغم يترتب على هذا استجابة وتطبيقا لقانون الاستجابة الطبيعية للإحساس. طبعا يترتب عندما يحصل اقتران خارجي بين اللفظ والمعنى، عندما يحصل الوضع، يترتب عليه علقة وضعية، يترتب عليه ملازمة تصورية، أي إذا تحققت الملازمة الخارجية تتحقق الملازمة الذهنية وانتهى الأمر. فالملازمة الذهنية هي معلول تكويني للملازمة الخارجية. عبارات مختلفة، بعض العبارات قابلة للنقاش، نكرر هذا دائما، بعض العبارات قابلة للنقاش، لكن لا، ماذا نفعل؟ نريد أن نبين ونوضح هذه القضية. إذن نقول فإنه لا يعقل تقييد العلقة الوضعية أو الملازمة التصورية، وذلك لأن هذه العلقة الوضعية عبارة عن معلول تكويني ناشئ من الوضع، أي ناشئ من الاقتران الخارجي بين اللفظ والمعنى، وما دامت العلقة الوضعية معلولا تكوينيا
وليست مجعولا تشريعيا كالوجوب والحرمة، وليست مجعولا اعتباريا كالوجوب والحرمة، فإنه لا يمكن تقييدها بقيد جعلي اعتباري، ما دامت هذه وما دامت العقل الوضعية هي عبارة عن معلول تكويني فلا يمكن أن تقيد بقيد جعلي أو قيد اعتباري، انتهى الأمر. أي ما دامت العلقة معلولا تكوينيا فإنه لا يمكن توسعتها أو تضييقها كما في المجعولات الاعتبارية كما في الأحكام الشرعية. إذن النتيجة نقول هنا في هذا البحث أو ما نريد أن نبين هنا، نقول تقييد العلقة الوضعية ممكن بناء على نظرية الاعتبار وممكن بناء على نظرية التعهد، لكنه غير ممكن بناء على نظرية القرن الأكيد. هذا المتحصل من الكلام السابق، وسيأتي الكلام في ثمرة هذا البحث، أي يأتي الكلام في ثمرة البحث في تقييد نفس العلقة الوضعية. متى سيأتي الكلام؟ يأتي الكلام إن شاء الله في بحث منشأ الدلالة على المجاز إذا بحثنا هذا الأمر، ويأتي أيضا الإشارة إلى هذا الأمر. انتهينا من أقسام التقييد في الوضع، وقلنا تقييد المعنى الموضوع له هذا القسم لا أشكال فيه وممكن، تقييد اللفظ الموضوع أيضا لا أشكال فيه وممكن، تقييد نفس العلقة الوضعية حسب المباني، على مبنى الاعتبار وعلى مبنى التعهد ممكن تقييد نفس العلقة الوضعية، على مبنى القرن الأكيد لا يمكن تقييد نفس العلقة الوضعية. ندخل في موضوع آخر في عنوان آخر، تبعية الدلالة للإرادة. أقول الكلام في ثلاثة أمور. الأمر الأول يكون في أن الدلالة الوضعية أو الدلالة اللفظية، عندما نقول دلالة وضعية أو دلالة لفظية إن شاء الله نقصد نفس المعنى، وتعدد هذا العنوان لا يدل على تعدد المعنى. إذن المعنى المراد من الدلالة اللفظية هو نفس المعنى المراد من الدلالة الوضعية، عندما نقول دلالة وضعية أو دلالة لفظية. إذن نقول الأول، الأمر الأول، الدلالة اللفظية أو الدلالة الوضعية تصورية أو تصديقية؟ هذا سؤال في الأمر الأول، ونجيب على هذا السؤال. نقول الدلالة اللفظية التصورية نقصد بها كذا، والدلالة اللفظية التصديقية نقصد بها كذا. نحن عندنا سؤال، الدلالة اللفظية أو الدلالة الوضعية تصورية أو تصديقية؟ الآن نأتي ماذا نقصد بدلالة التصورية وماذا نقصد بدلالة التصديقية. نقول الدلالة اللفظية تصورية تعني، ماذا تعني هذه؟ تعني كون اللفظ أو كون صورة اللفظ، تعني كون اللفظ أو كون صورة اللفظ الناشئة من سماع اللفظ، تعني كون اللفظ سببا لإختار صورة المعنى في الذهن. يعني أنا سجلت العبارة بهذه الصورة، عندما قررت قلت الدلالة الوضعية تصورية وضعت نقطتين تعني كون اللفظ، بعد هذا وضعت قوسين، أي حصلت هذه العبارة بين قوسين، بعد كون اللفظ بعد اللفظ وضعت عبارة بين قوسين، وهذه العبارة هي قلنا تعني كون اللفظ أو هذه بين قوسين أو كون صورة اللفظ الناشئة من سماع اللفظ، يعني تعني كون اللفظ أو كون صورة اللفظ الناشئة من سماع اللفظ، يعني كون اللفظ أو كون الصورة الذهنية التي نشأت من أي شيء، نشأت من سماع اللفظ أو لنقل نشأت من الإحساس باللفظ، سماع اللفظ أو قراءة اللفظ، أي رؤية اللفظ لو صح التعبير هنا. إذن عندي الدلالة اللفظية التصورية تعني كون اللفظ أو تعني كون صورة اللفظ، تعني كون اللفظ أو كون صورة اللفظ سببان لإختار صورة المعنى في الذهن. إذن الدلالة اللفظية التصورية
أو الدلالة الوضعية التصورية تعني كون اللفظ سببا لاختار أو كون صورة اللفظ سببا لاختار صورة المعنى في الذهني. طبعا كون اللفظ سببا كيف يكون؟ لا يكون على نحو السببية المباشرة لو صح التعبير. اللفظ يكون سببا في تصور صورة اللفظ، وصورة اللفظ تكون سببا لاختار صورة المعنى. واضح؟ أيضا هذا يرجع إلى أن كون اللفظ هو السبب في اختار صورة المعنى. لماذا قلنا بتوسط صورة اللفظ؟ عندي لفظ هو السبب في صورة اللفظ، وصورة اللفظ هي السبب في صورة المعنى. أي اللفظ هو السبب في الإحساس أو في إدراك صورة اللفظ، هو السبب في إدراك صورة اللفظ، وصورة اللفظ هي السبب لإختار صورة المعنى في الذهن. هذا معنى الدلالة اللفظية التصورية. عندي الأخرى الدلالة اللفظية التصديقية. ماذا نقصد بالدلالة اللفظية التصديقية؟ نقول تعني كون اللفظ كاشفاً، لاحظ هناك تعني كون اللفظ سببا لاختار صورة المعنى هنا، أو تعني كون صورة اللفظ سببا لاختار صورة المعنى هنا. نقول الدلالة اللفظية التصديقية تعني كون اللفظ كاشفاً، أو تعني كون اللفظ كاشفاً عن أمر خارجي، أي كاشفاً عن وجود الإرادة في نفس المتكلم. بتعبير آخر نقول تعني كون اللفظ كاشفاً عن وجود الإرادة. الإرادتين طبعاً الإرادة في نفس المتكلم. إذن عرفت معنى الدلالة التصورية؟ قلنا تعني كون اللفظ أو كون صورة اللفظ هي السبب في اختار أو لإختار، أو تعني كون اللفظ أو كون صورة اللفظ سبباً لإختار صورة المعنى. الدلالة التصديقية أو دلالة لفظية تصديقية تعني كون اللفظ كاشفاً عن وجود إرادة، كاشفاً عن الإرادة في نفس المتكلم، كاشفاً عن أمر خارجي وليس عن صورة. هذا الفرق بين التصديقية والتصورية. التصورية عندي صورة لفظ وصورة معنى، هنا عندي لفظ نفس اللفظ وعندي معنى نفس المعنى، عندي أمر خارجي، عندي إرادة في نفس المتكلم وهي من الأمور الخارجية. بعد هذا نقول أليف وباء وجيم. أليف نظرية التعهد. لاحظ كيف تختلف النتائج ويختلف الكلام ويختلف المختار والمبنى حسب اختلاف النظريات. إذن حسب المباني، لاحظ الاختلاف في النظرية والتمسك بنظرية بالنسبة إلى الوضع يؤدي إلى التمسك بنتائج تختلف عن من يتمسك بالنظرية الثانية وكذلك الثالثة وهكذا. إذن نقول أليف نظرية التعهد، على هذا المبنى تكون الدلالة اللفظية تصديقية، هذا بناء على نظرية التعهد. باء نظرية الاعتبار، على هذا المبنى تكون الدلالة اللفظية الوضعية تصورية. إذن على نظرية التعهد أليف، على نظرية التعهد تكون الدلالة اللفظية تصديقية. باء على نظرية الاعتبار تكون الدلالة اللفظية أو الوضعية تصورية. إذن على نظرية التعهد تكون دلالة لفظية تصديقية، في التعهد تكون الدلالة اللفظية تصديقية، أؤكد على هذا. إذن في نظرية التعهد على هذا المبنى تكون الدلالة اللفظية تصديقية، وفي نظرية الاعتبار تكون الدلالة اللفظية تصورية، أو قلنا تكون الدلالة الوضعية تصورية. هذا بناء على نظرية الاعتبار تكون الدلالة تصورية، وبناء على نظرية التعهد تكون دلالة تصديقية. وبناء جيم، وبناء على نظرية الاقتران الأكيد تكون الدلالة اللفظية الوضعية تصورية. هذا أيضا المفروض يكون حاضرا في أذهاننا. نقول بناء على نظرية التعهد فالدلالة اللفظية والدلالة الوضعية هي دلالة تصديقية، أما أي اللفظ يكشف عن وجود إرادة،
وأما بناء على نظرية الاعتبار ونظرية القرن الأكيد فإن الدلالة هي دلالة تصورية، أي أن صورة اللفظ تكون سببا لإختار صورة المعنى. هذا الأمر الأول، قلنا تبعية الدلالة الإرادة والكلام في ثلاثة أمور. الأمر الأول الدلالة اللفظية أو الدلالة الوضعية، هل هي تصورية أو تصديقية؟ قلنا بناء على التعهد هي تصديقية، بناء على الاعتبار والقرن الأكيد هي تصورية. تنبيه، نقول الدلالة التصديقية للكلام التي أشرنا إليها قبل قليل ليست دلالة وضعية. الدلالة التصديقية للكلام ليست دلالة وضعية، بل هي إذن هي ليست من الوضع، ليست من العملية التمهيدية، ليست ناشئة من الاقتران الأكيد في الخارج ومن العملية التمهيدية التي سبقتها الاقتران الأكيد في الخارج، لا ليست وضعية، أي لنقل ليست بالاعتبار أو ليست من الجعل. الدلالة التصديقية للكلام ليست دلالة وضعية، بل هي دلالة سياقية قائمة على أساس أمارة نوعية، وهي الغلبة. ما هي الغلبة؟ ما هي هذه الأمارة النوعية؟ فالإنسان العاقل الملتفت يكون حاله في الغالب، ما هو حال الإنسان الملتفت العاقل الملتفت، ما هو حاله في الغالب؟ لاحظ، نقول ليس دائما لكن في الغالب، فيحصل عندي اطمئنان لهذه الحالة، اطمئنان لحالة هذا الإنسان بأنه يكون بهذه الصورة أو بهذه الحالة أو بهذه الحيثية. كيف؟ فالإنسان العاقل الملتفت يكون حاله في الغالب ألا يأتي باللفظ على سبيل لقلقة اللسان، على سبيل اللغو، ألا يأتي باللفظ على سبيل لقلقة اللسان أو على سبيل أو على نحو اللغو، بل يقصد باللفظ ويقصد من اللفظ أقوى المعاني ارتباطا باللفظ في عالم التصور، أي في الذهن. لاحظ، غالب الناس، كل من يطلق الكلام، كل من يصدر الكلام، لا نقول كل، أي غالب من يصدر، غالب الناس من يصدرون الكلام فإن حاله في الغالب أنه لم يصدر هذا الكلام ولم يتكلم بهذه الكلمات على نحو اللغوية، على نحو لقلقة اللسان، لا، وإنما يرد به معنى من المعاني. واضحة هذه المسألة؟ إذن نقول تنبيه، الدلالة التصديقية للكلام ليست دلالة وضعية، وإنما هي دلالة سياقية مفهومة من السياق، من الحال، قائمة على أساس أمارة نوعية، وهي هذه، ما هي هذه الأمارة؟ هي الغلبة. ما هي الغلبة؟ نقول في الإنسان العاقل الملتفت يكون حاله في الغالب، هذا عنوان الغلبة من هنا أتى، يكون حاله في الغالب ألا يأتي باللفظ على سبيل لقلقة لسان، بل يقصد باللفظ ويقصد من اللفظ أقوى المعاني ارتباطا باللفظ في عالم التصور في الذهن. هذا عندما نقول أقوى المعاني أيضا فيه إشارة إلى المعنى الحقيقي أو المعنى النص أو المعنى الظاهر، وهكذا حسب التفصيل وحسب المعنى والأقربية من المعاني. وهذه الغلبة توجب ظهورا تصديقيا، لاحظ، إذن هذه الغلبة توجب ظهورا، والظهور حجة، هذه الغلبة توجب ظهورا تصديقيا للكلام على طبقها. إذن انتهى الكلام في الأمر الأول، وفي أن الدلالة اللفظية والوضعية هل هي تصورية أو تصديقية، بينا هذا الأمر. نأتي إلى الكلام في الأمر الثاني. الأمر الثاني نعطيه عنوان
الدلالة اللفظية أو الدلالة الوضعية لا تتوقف على وجود الإرادة. الآن ندخل في الأمر الثاني في بعض الكلام عنه، نقول هل الدلالة اللفظية تتوقف على وجود الإرادة وقصد التفهيم بحيث لا توجد الدلالة إلا في ظرف فعلية الإرادة وقصد التفهيم أو لا؟ لاحظ السؤال والتفت إلى السؤال. نقول هل الدلالة اللفظية، هل الدلالة الوضعية تتوقف على وجود الإرادة وقصد التفهيم بحيث لا توجد الدلالة إلا في ظرف فعلية الإرادة وقصد التفهيم أو لا؟ أي أو لا تتوقف، هل تتوقف هذه على وجود الإرادة وقصد التفهيم أو لا تتوقف؟ نقول المتحصل النتيجة قلنا فيه كلام، لكن نقول والصحيح وعلى جميع المباني أنه لا يعقل كون الدلالة اللفظية الوضعية مشروطة بالإرادة. إذن نقول لا يعقل تقييد الدلالة اللفظية الوضعية بالإرادة، لا يعقل تقييد الدلالة بالإرادة، لا يعقل أن تكون الدلالة مشروطة بالإرادة، هذا المراد. إذن والصحيح نقول وعلى جميع المباني أيضا ضمن هذه المرحلة التي تكون في بالك هذه المعلومة، ويوجد النقاش والتعليق الكثير إن شاء الله لاحقا، أي في المراحل الدراسية اللاحقة. نقول والصحيح وعلى جميع المباني أنه لا يعقل كون الدلالة اللفظية الوضعية مشروطة بالإرادة، أي أن الدلالة اللفظية لا تتوقف على وجود الإرادة وقصد التفهيم. إذن عندي الأمر الأول، هل الدلالة الوضعية، هل الدلالة اللفظية تصورية أو تصديقية؟ قلنا حسب المباني. التعهد، إذن دلالة تصديقية. الاعتبار أو القانون الأكيد، إذن دلالة تصورية. وفي الأمر الثاني قلنا الدلالة الوضعية تتوقف أو لا تتوقف على وجود إرادة، قلنا على جميع المباني الدلالة اللفظية لا تتوقف على وجود الإرادة، لا تتوقف على وجود إرادة وقصد التفهيم. الأمر الثالث نقول المدلول الوضعي ليس مقيدا بالإرادة. الآن نسأل، وتحت هذا العنوان، تحت عنوان المدلول الوضعي ليس مقيدا بالإرادة، نقول هل المدلول هو ذات المعنى أو أنه المعنى المقيد بالإرادة؟ إذن حتى نفرق، لاحظ في الأمر الثاني تحدث عن نفس الدلالة اللفظية، نفس الدلالة، دلالة اللفظ على المعنى، دلالة صورة اللفظ على المعنى، هل هذه الدلالة تتوقف على وجود الإرادة؟ قلنا لا يمكن أن نقول بأنها تتوقف، لأنه لا يمكن أن نتصور أن تكون دلالة مشروطة بالإرادة. الآن عندي دلالة لفظية عبارة عن طرف أول وطرف ثاني، أو فيها الطرف الأول وطرف ثاني، فيها اللفظ وفيها المعنى، فيها صورة اللفظ وصورة المعنى. الآن نأتي إلى المدلول الوضعي. إذا قلت بأن الإرادة غير مقيدة، غير مشروطة بال، إذا قلت بأن الدلالة غير مشروطة بالإرادة، الآن لنأخذ أحد طرفي الدلالة، لنأخذ المعنى أو المدلول الوضعي، لا نأخذ الدال ولا نأخذ نفس الدلالة، وإنما نأخذ المدلول الوضعي. الأمر الثالث، المدلول الوضعي ليس مقيدا بالإرادة.
نقول هل المدلول هو ذات المعنى أو أنه المعنى المقيد بالإرادة الذي يقصد منه الإفهام أو نحوها من التقييدات أو الشروط. نقول أيضا خلاصة ما يقال هنا من غير تفصيل، نقول والصحيح وعلى جميع المباني أن المدلول الوضعي هو ذات المعنى لا المعنى بقيد الإرادة. إذن لا نتصور بأن المعنى مشروط أو مقيد بالإرادة. إذن المعنى أو المدلول الوضعي غير مقيد بالإرادة، كما أن الدلالة غير مقيدة بالإرادة. هذا الأمر الأول والأمر الثاني والأمر الثالث التي ذكرناها ضمن الكلام في بحث تبعية الدلالة للإرادة. وقلنا في الأمر الأول، إذن المتحصل من الأمر الأول والثاني والثالث في تبعية الدلالة للإرادة، نقول الدلالة اللفظية تصورية بناء على نظرية الاعتبار والقرن الأكيد، والتصديقية بناء على نظرية التعهد، والدلالة اللفظية أو الدلالة الوضعية لا تتوقف على وجود الإرادة، وكذلك المدلول الوضعي لا يتوقف على وجود الإرادة، أي ليس مقيدا بالإرادة. ندخل في بحث آخر، في بحث عنوان آخر أو في عنوان آخر، ونذكر تحته بعض الأمور أو بعض الكلام. والعنوان الآخر هو الاشتراك والترادف. أي نقصد اشتراك علاقتين في طرف. الاشتراك والترادف أو تذكر تحت عنوان اشتراك علاقتين في طرف. نقول إذا وجدت علاقتان، عندما نقول اشتراك علاقتين أي من أين، أي علاقات؟ علاقات لفظية، علاقات اللفظ والمعنى، علاقة وضعية أو علاقة لفظية. إذا وجدت علاقتان وضعيتان أو لفظيتان، إذا وجدت علاقتان وضعيتان عندي علاقة بين لفظ ومعنى وعندي علاقة بين لفظ ومعنى، كم صورة هنا؟ كم طرف نتصور هنا؟ نقول نتصور 4 أطراف. نقول إذا وجدت علاقتان وضعيتان فإنه يوجد 4 أطراف، طرفان يمثلان لفظين، إذن عندي لفظ أول في العلاقة الأولى ولفظ الثاني في العلاقة الثانية، وطرفان يمثلان معنيين، المعنى الأول والمعنى الثاني، وكل علاقة تتضمن، إذن عندي لفظان وعندي معنيان، هذا أولا. بعد هذا نقول وكل علاقة تتضمن طرفين، تتضمن لفظ ومعنى، العلاقة الأولى لفظ ومعنى، العلاقة الثانية لفظ ومعنى، صورة لفظ صورة معنى، صورة لفظ صورة معنى. إذن عندي طرف وطرف وطرف وطرف، لفظ ومعنى، لفظ ومعنى. إذن وهنا فروض، نقول أولا نعطيه عنوان تباين العلاقتين في الطرفين. تباين العلاقتين في الطرفين أي لا هذا اللفظ يشبه هذا اللفظ أو نفس هذا اللفظ، ولا هذا المعنى يشبه هذا المعنى أو نفس هذا المعنى. إذن أولا تباين العلاقتين في الطرفين، يتباينان في الطرفين، أي العلاقتان متباينتان لفظا ومعنى، وهذا الفرض هو الغالب في العلاقات اللغوية، وتعتبر كل علاقة عبارة عن علاقة لغوية مستقلة ولا أشكال في هذا الفرض. الفرض الثاني اشتراك العلاقتين في الطرفين،
أي نقصد أي اشتراكهما لفظا ومعنى. إذن نقول عندي طرف وطرف، هذا على قوله لفظ ومعنى، وعندي لفظ ومعنى في العلاقة الثانية. نقول إما يشترك هذا مع هذا، أي اللفظ يشترك مع اللفظ والمعنى مع المعنى، أو اللفظ هذا لا يشبه هذا اللفظ وهذا المعنى لا يشبه هذا المعنى، اللفظ هذا اللفظ لا يشبه هذا اللفظ وهذا المعنى لا يشبه هذا المعنى. هذا الفضل الأول الذي ذكرناه، وقلنا هذا يوجد منه الكثير. الآن اشتراك العلاقتين بالطرفين أو في الطرفين، أي هذا اللفظ نفس اللفظ في العلاقة الأولى أو في الدلالة الوضعية الأولى نفس اللفظ في الدلالة الوضعية الثانية، هذا اللفظ نفس هذا اللفظ والمعنى نفس المعنى. وهنا في الحقيقة نقول من التسامح أن يقال هنا يوجد علاقتان، إذن هذا يرجع إلى وجود علاقة واحدة. إذن نقول ثانيا اشتراك العلاقتين في الطرفين. لماذا ذكرنا؟ قلنا حتى نستوعب كل المسألة وأيضا نعطي مجال للنقاش. إذن اشتراك العلاقتين في الطرفين، أي اشتراكهما لفظا ومعنى، وهذا الفرض يعني أنه يوجد علاقة لغوية، علاقة وضعية واحدة وليست علاقتين. إذن يوجد علاقة وليست الموجودة علاقتين، لا، وإنما يوجد علاقة واحدة، ولا إشكال في هذا الفرض. إذن لا إشكال في الأول ولا إشكال في الثاني. إذن عندي فروض، الأول تباين علاقتين في الطرفين، أي العلاقتان متباينتان لفظا ومعنى، وهذا الفرض هو الغالب في العلاقات اللغوية، وتعتبر كل علاقة عبارة عن علاقة لغوية مستقلة ولا إشكال في هذا الفرض. الفرض الثاني قلنا اشتراك العلاقتين في الطرفين، أي اشتراكهما لفظا ومعنى، وهذا الفرض يعني أنه يوجد علاقة لغوية وضعية واحدة وليست علاقتين، ولا إشكال أيضا في هذا الفرض. يبقى عندي الفرض الثالث اشتراك العلاقتين في طرف واحد، وهنا صورتان. الصورة الأولى أن يشترك أو تشترك العلاقتان في لفظ واحد، والصورة الثانية أن تشترك العلاقتان في معنى واحد. فإذا اشتركت العلاقتان في لفظ واحد فهو الاشتراك، وإذا اشتركت العلاقتان في معنى واحد فهو الترادف. إذن يأتي الكلام في الفرض الثالث وهو اشتراك العلاقتين في طرف واحد. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.